والتم تعليق الوقت للدروس بمعهد أبو القاسم الشيبي بالشيبة في انتظار ما ستقر اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها اللي باش نعقد اليوم نورمالمون نص نهار بعد شوية تقريبا يتم عقد الجلسة هذه. معليش تعليق الدروس شنو صاير في المعهد هذا؟ نعرفوا تفاصيل الكل في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا سي سمير لحو المدير للصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، نحكيه معها لتفاصيل الأخبار هذية. سي سمير مرحبا. صباح النور ومساء الخير لكافة مستمعيكم الكرام، كل عام وانتم حي بخير، ان شاء الله رمضانكم مبروك. يعيش، كل عام وانتم حي بخير سي سمير. ان شاء الله نصوموه بالصحة والعافية، هذايا الأهم. الصحة اليوم ضرورة طبعا بالنسبة للمواطن التونسي. دونك خلينا نفهموا شنو صاير في المعهد هذايا، معهد أبو القاسم الشيبي في الشيبة. فما برشا حالات تم تسجيل بؤرة المعهد هذايا، خلينا نفهموا منك شنو اللي صار بالضبط. بالنسبة للوضع الوبائي ساعك كل قبل ما ندخلوا في وضعية المعهد هذا، تم تسجيل عدد لبس به من الحالات على غرار مختلف الولايات. إذن احنا في قلب الموجة الثالثة، يعني موجة بامتياز، والخصائص متاحة أنه تم عدد هو ارتفاع العدد في وقت قياسي ويمس جميع الشرائح العمرية وجميع الأوساط، ما فيهم الوسط التربوي. من ذلك شنو تم تسجيل على مستوى المعهد هذا؟ كان في المعهد هذا في البداية تم تسجيل ثمانية حالات أولية اللي هما في الكونفينمون في وقت الحاضر، بناء على التحاليل كانت إيجابية، دونك دخلوا في الكونفينمون. ثمانية حالات هذوما اللي تحاليلهم إيجابية في المرحلة الأولى. وبعدين في شنو تمت؟ يعني في المرحلة الثانية تم اكتشاف هو عن عدد الحالات ارتفع إلى 10 حالات أخرى إضافية. فيهم 4 سالة، فيهم زوج يخدموا في اللابوراتوار، ثم واحد يخدم في الإدارة، وتم 3 بلندا. الوضع أنه الحالات هذوما قاعدوا حالات فردية، مش حالات يعني في نفس القسم ولا في نفس الجروب. يعني كانوا حالات فردية لكنهم ينتموا دائما نفس المؤسسة. هذا بالنسبة لنحنا الوضع يعني بريوكيبون على مستوى المؤسسة هذه، واتفقنا مع الفرق المحلية أن باش يزيدوا يكثفوا من عملية التستينج حتى يكتمل المشهد، يحبوا نفهموا بالضبط التود بوزيتيفيتي بالنسبة للوضع هذا. مع ثم الاقتراح مع المخيم في التربية على أساس أنه مع مختلف جميع المتدخلين أنه في الارتعين الأيام القادمة يقع المؤسسة هذه تقع غلقها، على اساس انه باش يقعدوا زوبيراسيون تاع التنظيف ومتاع التطهير واكتمال رفع العينات. وندعو احنا جميع الاشخاص اللي يحملوا اللي عندهم اعراض انهم يمشيوا يعرفوا هما في الشبه يمشي، واتفقنا مع الفريق المحلي ان باش يقع رفع العينات باش نزيدوا نشوفوا اكثر، نشوفوا الستور هذا البؤره هذه قداش معنا بالضبط، قداش فيها حالات إيجابية. وهذا نحب نأكد حاجة أخرى، إنه راهو في المشهد في الوسط التربوي ولا أيور ولا في وسط مهني، أي وسط مهني راهو احترام البروتوكولات هي مهم جدا، رغم أن المعهد هذا راهو في يعني ملاحظاتنا ملاحظات طيبة بالنسبة لاحترام البروتوكولات، ونحبوا يزيدوا هل من مزيد إن شاء الله نتعاون الناس كل باش نحافظوا أكثر ما يمكن على الهدوء في داخل الوبائي داخل المؤسسات التربوية حتى يكون السنة الدراسية تاعهم في أحسن ظروف. يعني هو محل متابعة، اليقظة يلزمها تكون موجودة ويلزم تكون متواصلة حتى إذا كان تصير حالات يلزم حالات هذه يقع متابعتها وحصرها في أقرب الأجانب، اتخاذ جميع الإجراءات المتوفرة، جميع الإجراءات الممكنة حتى نضغط أكثر ما يمكن باش نجم نتحكم في الوضع الوبائي. قداش تم تسجيل من حالة سي سمير اليوم في المهدية؟ والله باش نعلم بعد قليل، خاطر فريق قاعد معالجة الحالات، لكن نحن في حدود نتوقع أنا باش يكون في حدود 50 حالة 50 جديدة أقل شيء ما بين 50 و60. يعني الوضع مازال بالحق دقيق، والوضع مازال يستوجب الكثير من اليقظة والمتابعة،
وندعو خاصة لجميع الأشخاص جميع المواطنين في ولاية مهدية. الحل هو نمشي أكثر ما يمكن مع احترام البروتوكولات، مع احترام الترتيب الحواجز ومليجات الطريق، نمشي ونسجله في الأوباكس باش ناخذوا السلاح الفعال اللي هو اسمه التلقيح. هذا هام جدا باش نجم نكونوا في الموعد، باش ناخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وبذلك إن شاء الله نحصنوا أنفسنا ضد هذا الوباء إن شاء الله. شكرا لك سي سمير لحول على الإيضاحات هذا، يعطيك الصحة وبركة الله فيك. هذا اللي صار في معهد أبو القاسم الشبي في المهدية. يقول سي سمير تم تسجيل حالات وجري التعهد بتعقيم المعهد، وبعد شوية نص نهار باش يكون فما جلسة على مستوى ولاية المهدية لاتخاذ القرارات اللازمة. زوم 73 مواصلين معكم حتى النص نهار. زوم 73